بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا وأحييكم أجمل تحية في هذا الصباح. الأستاذ وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، سعادة الأستاذ جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك في فلسطين، وأخي أستاذ هاني القاضي رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، وأصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الأصدقاء جميعا والضيوف الكرام. طبعا يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أرحب بكم في عمان العروبة، وأن أتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد المصارف العربية لتنظيمه لهذا المنتدى، منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة. يعني كنت بتمنى لو قالوا إنه كيف نعكس العنوان، كيف تمكن المرأة من نضوج المشروعات الصغيرة بدل المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة، لكنه التنتين صح. حقيقة أخي وسام يعني ما خلى ولا بقى، فأنا مضطر في بعض الحالات أقفز عن بعض الفقرات اللي تتعلق في البنك المركزي، لكن بجوز أركز على بعض الفقرات اللي أشار لها بكل بلاغة وكل وضوح. من المعروف إنه القطاع المؤسسات الصغيرة قد وفر ملايين الفرص من العمل حول العالم، وأصبح شعار أن طريق النمو هو في المشاريع الصغيرة، هذا في العالم كله. على أساس أنه هو الدافع الأساسي للنمو والتطور البشري في عدة مجالات، سواء كان تجارة، صناعة، سياحة، تكنولوجيا إلى آخره. تم فتح ذلك الباب أمام الراغبين في إنشاء مؤسسات تمتاز بنوع من الخصوصية والتميز، والذي لا يقتصر دوره على الرجال فقط، أدى الاهتمام بإدماج المساواة في النوع الاجتماعي ضمن أهداف التنمية إلى إبراز دور المرأة الإيجابي والتميز، وازداد بذلك وضوح الدور الذي تؤديه المرأة في الحياة العامة في العديد من الدول العربية. وبالرغم من ذلك ما يزال هذا الدور ثانوي في العديد من القطاعات بالمقارنة مع الرجل. لقد استطاعت المرأة إبراز تميزها في معظم القطاعات، وأضحت تبحث عن أشكال مختلفة في العمل، توجهت إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل مجموعة من الظروف المحيطة بالمرأة. سعت أغلب الدول إلى اعتماد استراتيجيات تنموية تركز على تمكين المرأة في مختلف المجالات، لأنه من أكثر المفاهيم اعترافاً بالمرأة كعنصر فاعل في النسيج الاقتصادي، ويجعل من التنمية أكثر مشاركة بين النساء والرجال. أشار تقرير لمؤسسة التمويل الدولية لعام 2014 بأن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء تشكل 34% مقابل 66% مملوكة من الرجال في العالم. فيما كانت نسبة الشركات المملوكة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حدود 14% فقط، والتي تعتبر من أقل النسب في العالم بعد جنوب آسيا. نيجي لموضوعنا، موضوع البنوك والجمعية. وعلى الرغم من نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء
فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشار أحد التقارير إلى أن التمويل هو من أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا للرجال وللنساء معروف. أما في حالة المرأة وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، خاصة كما كنا نتحدث هذا الصباح بسبب ضعف الضمانات التي تمتلكها النساء وضعف حقوق الملكية والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة والأعراف. وقد بينت تقديرات مؤسسة التمويل الدولية أن حوالي 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في القطاع الرسمي في الدول النامية إما أنها لا تحصل على خدمات مالية أو أنها تحصل على خدمات مالية أقل من احتياجاتها، وتقدر هذه الفجوة عالميا بنحو 287 مليار دولار. وإذا تم سد الفجوة التمويلية للنساء في 15 دولة فقط هذه الفرضية بحلول عام 2020، فإن هذا أثر النساء وتمويلهم سيزيد من نصيب الفرد من الدخل بنسبة 12% في عام 2030. إذن النظرية مبنية أن مساهمة النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستؤدي ليس فقط إلى تمكين النساء بل إلى تمكين المجتمع ورفع معدلات النمو الاقتصادي، هذا عالميا. الآن نجي عندنا، منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة للفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتشير الإحصائيات أنها بحدود 50 مليار دولار أو ما يعادل 171 ألف دولار لكل منشأة، 171 ألف دولار لكل منشأة، وهي الفجوة الأعلى مقارنة بالمتوسط العالمي في تقرير عام 2014. إذن ما سأركز عليه اليوم هو كيفية ماذا يجب أن نعمل لمواجهة الفجوة التمويلية لتمكين النساء من القيام بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وإن شاء الله الكبيرة في المستقبل. قبل أن أدخل في هذا أرجو المعذرة لأنه كان لازم أحيي أخي جوزيف من خلاله أقدم التحية إلى إخواتنا في فلسطين المناضلات، واللي ليس فقط عم بمكنه من قيام مشروعات بل بمكنه من صمود في الأرض. فأسألكم جميعا يعني قصة عهد التميمي ورفاقها وحوالي أكثر من 67 سجين في إسرائيل الآن ناضلوا من أجل تمكين الناس من البقاء والثبات في وجه الاحتلال الغاشم، وتحية لهم. وأنا على ثقة أنه عندهم مشكلة أيضاً النساء في فلسطين في عملية التمويل، ويمكن البنوك لازم تلعب دور أكبر، ويمكن أنا متأكد أنه قدرتهم في ظل الاحتلال يمكن قدرتهم أكثر من أي نساء في أي منطقة أخرى لمواجهة هذا التحدي. إحنا بالأردن وسام تحدث مطولاً عن المبادرات لمواجهة هذا التحدي، فمعروف أنه بدينا بالتشارك مع العديد من الجهات الإقليمية والمحلية في موضوع الشمول المالي. الشمول المالي بمحاوره المتعددة سواء كانت
حماية المستهلك، بالمناسبة حماية المرأة كمستهلك مالي كمان هاي قضية نوليها أهمية كبرى في البنك المركزي من خلال دائرة حماية المستهلك المالي التي تم إنشائها. أعتبر أنا موضوع الثقافة المالية اللي أطلقناه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وموضوع الإنجاز ومؤسسة إنجاز من أهم المواضيع التي تزرع الثقة والفهم والمعرفة الضرورية لخلق ثقافة وخلق قدرة على التفكير المالي وخلق المشروعات في منذ النشأة الأولى. وهذا هذه عملية بعتقد أنه حققنا فيها نجاح مميز وقناعة مجتمعية بضرورة الاهتمام بالثقافة المالية التي تعطي المعرفة الكاملة قبل الدخول إلى الحياة العملية، ولكن قد تنير الطريق إلى الحياة العملية بمشاريع ومبادرات فردية. خدمات التمويل الأصغر، نحن أعطينا أهمية كبيرة للمايكرو فاينانس. ليش؟ أولا 70% من زباينه نساء وقروض صغيرة، وقد تكون مشاريع صغيرة ومايكرو بروجكتس، وقد تكبر هذه المشاريع، وقد تكون بموجب القانون الجديد اللي أصدرت الحكومة هوم بزنس ممكن ندعمهم فيها. فليش اهتمينا في الموضوع؟ قبل فترة كنا مترددين في البنك المركزي لصعوبة الموضوع، لكن بدأنا بالعناية بهم، وكان مهم بالنسبة لهم أن يكون البنك المركزي معاهم ومساعدهم يراقبهم يوجههم ضمن المعايير الدولية، وتعاوننا بهالمستوى مع نفس المايكروفاينانس كومبانيز. المفروض أنه قدرتهم على الإقراض تزيد، مصادر أموالهم تتحسن، كلفتهم العالية حالياً وقد تكون مبررة تنزل، وبالتالي تساهم في تمويل المشاريع وخاصة مشاريع المرأة. أعلنا أنه 70% من قروضهم وزبائنهم نساء، وتوجيه هذه القروض ليس فقط للاستهلاك، لأنه نسبة كبيرة من قروض هذه المؤسسات لا زالت تتجه نحو الاستهلاك، ولكن توجيهها نحو الاستثمار. طبعا المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت مهمة جدا، واهتمينا انه نرفع الشمول المالي، اي نسبة نقلل نسبة المحرومين من الخدمات المالية، واصبحت نسبة الشمول المالي ارتفعت من 33% الى 41%. نهدف الى رفعها الى 41% في عام 2020. طبعا بشكل خاص نهدف الى تقليل الفجوة لدى النساء وتقليص فجوة الوصول المالي بين الرجال والنساء من 53% إلى 35%. إذن في عنا جهد إضافي بما يتعلق بالمرأة. يمكن في مسألة فجوة التمويل، الكل بيعرف إنه عملنا مبادرة بحوالي 1 بليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهاز المصرفي وبأسعار فائدة متدنية من البنك المركزي للمشاريع داخل عمان والمشاريع خارج عمان. 1.5% فائدة نتقاضاها من البنك للمشاريع داخل عمان، 1% للمشاريع خارج عمان، من الون بليون المحدد صار في كوميتمنت لحوالي 500 مليون حاليا.
دفعنا بارح بسأل كم عدد المشاريع التي مولت للنساء من هذه التسهيلات مباشرة. هذا عدا عن التسهيلات التي حصلت عليها المرأة من البنوك مباشرة حوالي 40 مشروع أو 100 مشروع. أربعين مشروع حصلت عليها، طبعاً متواضعة من أصل 700 مشروع، يعني النسبة لازالت متواضعة. وهنا نحكي على قضايا أخرى غير قضايا التمويل، جاهزية المشاريع والثقافة والإدارة اللي حكى عنها 7-8 نقاط حكى عنها أخي موسى فيما يتعلق بالصعوبات. ساهمت التمويلات بمشاريع جديدة، بالحفاظ على مشاريع قديمة، وأيضاً هناك بالتعاون مع الحكومة الصحيح عملنا مشروع مع البنك الدولي ومع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية أخرى، وحشدنا حوالي 440 مليون دولار. سيتم تمويلها، نسيت أقول لكم أنه من هاي الأموال أيضا سيتم تمويل المايكرو فاينانس ودعمهم لتمكين أيضا لهدف تمكين المرأة بهذا الموضوع. نتحدث عن المشاريع في الصناعة والسياحة والطاقة والكهرباء والتكنولوجيا المعلومات والمعلومات الرقمية وإلى آخره. طب حصلنا على التمويل، تم عندهم مش ضمانات، فكرنا بأنه شو ممكن نعمل حتى نعزز قدرة البنوك على منح التسهيلات للمشاريع الصغيرة بما فيها مشاريع النسوية، المشاريع التي تديرها النساء أو تملكها النساء. فانتبهنا إلى أنه عندنا شركة اسمها شركة ضمان القروض، وهي مديرها موجود. قال يا عمي تعال، we need to support you، تعزز قدرتك على دعم القروض الصغيرة، على ضمان القروض الصغيرة، وإحنا هي من عندنا بنعطيك فلوس والحكومة بتعطيك فلوس، وإنت بدك تبدأ تدعم هالمشاريع تضمنها للبنوك مقابل أنه يكون في عنا قدرة على الحصول على التمويل. لا زالت العملية، وأقولها الآن بكل صراحة وتواضع، حجم التمويل عندك للضمان ما زال عن 100 مشروع، 151 مشروع من أصل 4000 مشروع ضمنهم في مبادرة اللي عملناها معها. يا إنه البنوك مترددة تودي، يا إنه الناس مش عارفين، فلا بد من عمل شيء بهذا الموضوع، وأحكيها بكل صراحة وعلى الملأ من جهتك ومن جهة البنوك. خمسين مليون أعطيناك. وبغطي 80% وشيء. يمكن المشروع اللي راح يعلن عنه تم استكماله يعلن عنه خلال الشهر القادم إن شاء الله، هو تأسيس المشروع صندوق الاستثمار للريادة. صندوق الاستثمار الريادي عملناه للاستثمار وليس القرض.
الاستثمار في مشاريع الريادية الجديدة سواء كانت ذكر أم أنثى. طبعاً منفضل مين؟ ومنرحب بكل صدر رحب للمشاريع. الصندوق تم بقرض من البنك الدولي ب50 مليون دولار أو أقل شوية، و50 مليون من البنك المركزي، وتم تأسيس مجلس إدارة له بمعايير وضعها البنك الدولي، وتم تعيين مدير له بمعرفة البنك الدولي بمعايير دولية، ويدار كلياً من القطاع الخاص، إحنا مش أعضاء فيه ولا الحكومة، مبني على معايير موضوعية وعلمية ومنطقية بحيث إنه يصل للاستثمارات الإبداعية والابتكارات الجديدة والمشاريع المبتكرة الجديدة، يعني شو بسموها، وأيضا يساهم في صناديق استثمارية أخرى. وإن شاء الله شركة البنوك أيضا تعاوننا مع البنوك، البنوك المركزية الدور بقدره كثير للبنوك وبحمسهم يستمروا فيه، انهم اسسوا شركتين الواقع، شركة بنوك اسلامية وشركة بنوك ليش اقول غير اسلامية، تجارية تقليدية. فهذول الشركتين لهم مجلس واحد، لكن دول شركتين المفروض انهم بلشوا شغل، واحدة ب110 وواحدة ب35، يعني ب150 مليون تقريبا، ها؟ 125، فنزلتوهم 10 يعني. بس بتمنى انه ولداء يعني البنوك يعني يسرعوا في طرح المشاريع، اللي فهمتوا انه في 5 مشاريع على الطاولة يمكن يكونوا مشاريع متوسطة أو صغيرة، وإذا كان في مشاريع فيها نساء أعطوها أولوية الله يخليكم. يعني عدة مبادرات عندنا بهذا الموضوع وإيدنا على قلبنا، ما بدي أحكي عن الفينتكس والريجيلاتوري ساند بوكس اللي عملناه، اللي ممكن ايضا يساهم في تطوير الابتكارات. المفروض انه في عندنا مشروعين على النار بيحكوا على البلوك تشين. طبعا احنا المدفوعات الرقميه اصبحت حقيقه واقعه في الاردن، واصبحت البنيه الاساسيه متوفره. هناك كثير من الفرص لإقامة مشاريع مبنية على هذه القاعدة الأساسية، وخصنا 4 شركات، والآن أمامنا طلبات أيضا لترخيص شركات دفع جديدة على الموبايل بيمنت، اللي بتمنى أنه يصبح وسيلة دفع أساسية في الأردن طالما هو متوفر، لكن لسه إحنا ما تعودناش، بدنا جهد إضافي لتطويره، لكنه الخدمة الموجودة وآمنة وممكن تؤدي إلى أهداف. أنا بقول الطريق طويل وإحنا في أول الطريق، في مبادرات أخرى ما لا يتسع المكان ولا وقتكم لسماعها، لكن أنا بعتقد أنه لابد من بذل الجهود، وأنا يمكن البنوك لازم تعمل إشي غير عادي لدفع مساهمة المرأة في عملية التنمية، سواء من خلال المشاريع الصغيرة أو من خلال المشاريع الكبيرة. يمكن قد يكون عندي ختام لهذه المقدمة. أريد أن أختم بما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
في كتاب التكليف السامي لعام 2016 بأنه لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجال كافة. ورغم ذلك فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه مما يشكل عقبة أساسية في مسيرتنا لا بد من العمل على تجاوزها. والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.